حسيت ان الصورة او الانطباع الموجود عن مصر بره يعني كان ايه؟ صححت انت بشوية مفاهيم هو ما كانش فيه انطباع قوي، لان للأسف عندهم الثقافة برضو هناك محدودة، يعني ما يعرفوش كتير عن البلد غير شرم والغردقة والأهرامات بس. فلما رحت هناك واتكلمت في الانترفيوز وبتاع ان احنا عندنا اوريدي حضارات كتير، فرعوني وقبطي واسلامي، في ديانات كتيرة مختلفة وعايشين مع بعض في سلام هنا، مفيش اي مشاكل خارجية، مفيش اي مشاكل داخلية، الناس كلها اوريدي كونكتد ببعض، عندنا سياحة تانية غير سياحة الاثار، الكلام ده كله، في عندنا كذا بلد ساحلية ممكن تتراح. بالنسبة للأسواق بتاعتنا بتبيع الناشونال كاستيمز زي الفرعوني والإسلامي، عندنا فاشن اوريدي، ديزاينرز كتير في الفاشن ومتابعين الموضة يعني، ومن زمان أصلا الكلام ده، بس الناس هناك مش ملمة بالكلام ده كتير قوي. فده نرجع تاني للاستعدادات، على الجانب بقى الثقافي عملت ايه؟ استعديت ازاي؟ هي الجانب الثقافي اوريدي الثقافه العامه، يعني لو هيكلموني في حاجه هيكلموني في حاجات اوريدي عارفها. انا بحكم دراستي برضو في الفنون، احنا كل دراستنا كان حاجات عن التراث، فدي اوريدي كانت موجوده. يعني انا كنا بنروح معظم الوقت المتاحف نرسم هناك حاجات كتيره، متاحف اسلامي وقبطي، وكنا بنزور كنايس وجوامع، وكنا بنساعد بنزور محافظات فيها كنايس معينه او اديره او جوامع، فاوريدي كانت الداتا موجوده.